بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لأمر عظيم وغاية جليلة كبيرة، وهي عبادته وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الغاية من وجودنا والحكمة من خلقنا، وأنها هي عبادته وحده لا شريك له. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بعبادته. وهذه الآية، وهي قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هي أول أمر يمر بالإنسان عند افتتاحه قراءة القرآن العظيم، وهو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. وإذا تقرر هذا الأصل العظيم، وهو أن المقصود من الخلق هو عبادة الله وحده لا شريك له، فإنه لا يمكننا أن نعبد الله عز وجل إلا إذا عرفنا خطابه وعرفنا خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. وخطاب الله هو كلامه، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله، يقول: خطاب الله كلامه. فلا يمكننا أن نعبد الله عز وجل إلا إذا عرفنا خطابه سبحانه وتعالى وعرفنا خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا، فإنه لا يمكننا أن نعبد الله عز وجل على وجه صحيح إلا إذا فهمنا الخطاب الذي جاء به القرآن والسنة، وهو لغة العرب. فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبع للقرآن، كما يقول ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته الأصولية. فالمقصود الأعظم من معرفة لغة العرب ودلالات الألفاظ هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وإذا تحققت العبودية لله عز وجل، فإنه تحصل الهداية، و يحصل للناس سلوك الصراط المستقيم. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يقرن في القرآن بين البيان والهدى، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. فقرن سبحانه وتعالى بين البيان والهدى، لأن البيان يحصل به الهدى. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. فقرن الله عز وجل بين البينات والهدى، لأن البيان يحصل به الهداية. وإذا فقهنا الخطاب الذي جاء به القرآن والسنة تبع له، فإنه سوف تحصل لنا
الهداية بإذن الله تعالى. ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدورة، وهي المعنونة بمقدمة في دلالات الألفاظ. وهذه المقدمة تهيئ طالب العلم إن شاء الله إلى أن يدخل في مسائل دلالات الألفاظ التي بحثها الأصوليون، وأن يفهمها فهماً جيداً بإذن الله تعالى. والمراد بدلالات الألفاظ التي سوف يكون الحديث عنها إن شاء الله هي دلالات الألفاظ الوضعية، وسيأتينا إن شاء الله لبيان معنى ذلك. فدلالات الألفاظ التي هي محل الكلام هي دلالات الألفاظ الوضعية، وسيكون الحديث عنها من خلال العناصر التالية. العنصر الأول هو تعريف دلالات الألفاظ وبيان الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. هذا هو العنصر الأول، وهو تعريف دلالات الألفاظ والفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. العنصر الثاني هو أهمية الدلالات اللفظية في الشريعة الإسلامية، أهمية الدلالات اللفظية في الشريعة الإسلامية. العنصر الثالث هو عناية الأصوليين بالدلالات اللفظية، عناية الأصوليين بالدلالات اللفظية. العنصر الرابع هو أقسام الدلالات اللفظية عند الأصوليين والمناطقة، أقسام الدلالات اللفظية عند الأصوليين والمناطقة. العنصر الخامس هو أقسام الدلالات اللفظية بين جمهور الأصوليين والحنفية، أقسام الدلالات اللفظية أو أقسام دلالات الألفاظ بين الأصوليين والحنفية. العنصر السادس دلالة الأدلة اللفظية على اليقين، دلالة الأدلة اللفظية على اليقين. والعنصر السابع هو الضوابط اللفظية لفهم نصوص الكتاب والسنة، الضوابط اللفظية لفهم نصوص الكتاب والسنة. وإن بقي معنا شيء من الوقت تكلمنا إن شاء الله على عنصر أخير، وهو الأصول الكلامية المؤثرة في آراء بعض الأصوليين في الدلالات اللفظية. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم بمدارسة هذه المقدمة، وأن يفتح لنا بها علماً كثيراً، إنه سميع مجيب. ونبدأ بالمحور الأول، وهو تعريف دلالات الألفاظ والفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. دلالات الألفاظ مركب تقييدي من كلمتين، الكلمة الأولى دلالات، والكلمة الثانية الألفاظ. والعلماء يقولون المركب لا يعرف إلا بعد معرفة ما تركب منه، فلا بد أن نعرف أولاً معنى دلالات، وأن نعرف ثانياً معنى الألفاظ، ثم بعد ذلك ننتقل إلى التعرف على معنى دلالات الألفاظ.
فلنأتي إلى الكلمة الأولى من المركب وهي كلمة دلالات. ودلالات هي جمع دلالة بفتح الدال على الأفصح، ويجوز فيها الكسر فيقال دلالة، لكن الفتح أفصح. والدلالة في لغة العرب معناها الإرشاد، تقول دللت فلانا على كذا، يعني أرشدته له، فهذا معنى الدلالة في لغة العرب. أما الدلالة في الاصطلاح العام فيعرفها الأصوليون بأنها كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر، كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. فكون زيد مثلا يضحك يلزم من هذه الحال، يلزم من فهم هذه الحال فهم شيء آخر، وهو أنه سعيد. وكون كتب يلزم منه، وكون كتب يلزم منه فهم طلب فهم الإخبار بالكتابة، وكون أكتب يلزم منه فهم طلب الكتابة. فهذا الكون يسمى ماذا؟ هذا الكون يسمى دلالة. فإذن الدلالة هي كون الشيء يلزم من فهمه شيء آخر. والشيء الأول في التعريف هذا هو الدال، والشيء الثاني في التعريف هذا هو المدلول. وبناء على هذا نستطيع أن نصوغ التعريف صياغة أخرى فنقول كون الدال يلزم من فهمه فهم المدلول. فهذا هو معنى الدلالة بمعناها العام عند العلماء. ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أمر مهم في معنى الدلالة، وهو أن الدلالة مبنية على فهم اللزوم بين الدال والمدلول. فالدلالة مبنية على فهم اللزوم بين الدال والمدلول. هذه هي الكلمة الأولى وهي دلالات. الكلمة الثانية الألفاظ. الألفاظ في لغة العرب جمع لفظ، واللفظ معناه الرمي، تقول لفظت التمرة يعني رميتها. وأما اللفظ في الاصطلاح فيعرفه العلماء بأنه صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. يقولون اللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، وهو بهذا التفسير أعم من القول، لأن القول يختص باللفظ الذي وضع لمعنى. ولهذا العلماء يعرفون القول بأنه لفظ وضع لمعنى. أما اللفظ فهو يشمل اللفظ الذي وضع لمعنى، ويشمل اللفظ الذي لم يوضع لمعنى وهو المهمل. فاللفظ أعم من القول. وبناء على هذا لو أردنا أن نرسم دائرتين إحداهما كبيرة وفي جوفها دائرة صغيرة، فالدائرة الكبيرة نجعلها لللفظ أو نجعلها للقول؟ نجعلها للفظ، والدائرة الصغيرة نجعلها
القول، وبناء على هذا فكل قول لفظ ولا عكس، فليس كل لفظ قولا. والأصوليون عندما يعبرون بدلالات الألفاظ أو عندما يعبرون بالألفاظ فإنهم يريدون الألفاظ التي تدل على معنى، لأنهم يبحثون في المعاني، أما الألفاظ التي لا تدل على معنى فلا يبحثون فيها. فهذا معنى الكلمة الثانية. وبعد أن عرفنا معنى كلمة دلالات ومعنى كلمة الألفاظ، فما معنى دلالات الألفاظ أو الدلالات اللفظية؟ وقبل أن نأتي إلى معنى دلالات الألفاظ أو الدلالات اللفظية، لا بد من بيان أن الدلالة اللفظية يجعلها العلماء ثلاثة أنواع. يقولون الدلالة اللفظية ثلاثة أنواع. النوع الأول دلالة طبعية، يعني أنها مستفادة من الطبع، كدلالة كلمة أح أو أح على ألم في صدر الإنسان، فهذه الدلالة مستفادة من أي شيء؟ مستفادة من الطبع. النوع الثاني من الدلالة اللفظية دلالة عقلية، كما لو أن شخصاً سقط في بئر ونادى يا فلان يا فلان، فإن هذه الدلالة اللفظية تدل على أنه حي، أليس كذلك؟ وحياته عرفناها من جهة ماذا؟ من جهة العقل، فهي دلالة لفظية عقلية. النوع الثالث دلالة وضعية، وهذا النوع الثالث هو المراد بالتعريف هنا، وهو الذي يبحثه الأصوليون. فالأصوليون يبحثون في الدلالة اللفظية الوضعية، أما الدلالة اللفظية الطبعية والدلالة اللفظية العقلية فإن الأصوليين يبحثون فيها أو لا يبحثون فيها؟ لا يبحثونها، وإنما يبحثون الدلالة اللفظية الوضعية. وبناء على هذا فقولهم، قول الأصوليين دلالات الألفاظ، يريدون بالألفاظ هنا الألفاظ الوضعية. إذا تقرر هذا فما تعريف دلالات الألفاظ؟ يقول الأصوليون دلالات الألفاظ أو دلالة اللفظ، دلالة اللفظ هي كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنى من كان عالما بالوضع، كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنى من كان عالما بالوضع. فإذا أطلق لفظ كتاب فإن العالم بالوضع يفهم معناه، فكونه يفهم هذا المعنى يسمى عند العلماء يسمى دلالة لفظية، كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنى من كان عالما بالوضع. وكذلك إذا قيل لتمرة فإن العالم بمعنى التمرة يفهم معناها، فكونه يفهم معناها هذا يسمى دلالة لفظية. وكذلك علم إذا أطلق فإن من يعرف معنى العلم يربط بين كلمة علم ومعنى علم، فيفهم من ذلك من هذا اللفظ هذا
المعنى، فكونه يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى هذا يسمى عند العلماء ماذا؟ هذا يسمى دلالة. فإذا يسمى دلالة لفظية. فإذا الدلالة اللفظية هي كون اللفظ إذا أطلق المعنى، إذا أطلق فهم المعنى من كان عالما بالوضع. وبناء على هذا فتعريف الدلالة اللفظية الذي سمعناه يقوم على أربعة أسس لا بد أن توجد فيه، لا بد أن توجد أربعة أمور للدلالة اللفظية. الأول اللفظ المستعمل، فإذا لم يوجد لفظ مستعمل هل توجد دلالة لفظية؟ لا توجد دلالة لفظية. الثاني المعنى المستفاد من اللفظ، فإذا كان اللفظ لا يدل على معنى كديز فإنه لا يدل على معنى، فهل توجد دلالة أو لا توجد؟ لا توجد دلالة. فإذا هذا هو الأمر الثاني وهو المعنى المستفاد من اللفظ. الأمر الثالث هو التلازم بين اللفظ والمعنى عند الإطلاق، فلا بد أن يوجد لزوم بين اللفظ والمعنى إذا أطلق اللفظ، وهذا اللزوم قد يعرف من جهة العقل وقد يعرف من جهة اللغة. فإذا لا بد أن يوجد تلازم بين اللفظ والمعنى. الأمر الرابع أو الأساس الرابع هو أن يعلم السامع المعنى الذي وضع له اللفظ. فإذا وجد اللفظ المستعمل ووجد المعنى المستفاد من اللفظ ووجد اللزوم بينهما، لكن السامع لا يعرف معنى اللفظ كالأعجمي مثلا، فهل توجد دلالة لفظية؟ لا توجد دلالة لفظية. فهذه أربعة أمور لا بد من تحققها في الدلالة اللفظية يتضمنها التعريف السابق وهو قولهم كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنى من كان عالما بالوضع. وبناء على هذا إذا أطلق لفظ جمل فقد وجد لدينا لفظ مستعمل عند العرب، فإن العرب يتكلمون بهذا اللفظ في نثرهم وفي شعرهم، ووجد الأمر الثاني وهو المعنى، فإن العرب يطلقون هذا اللفظ على الحيوان المعروف، ووجد التلازم بينهما عند العربي، فإن العربي إذا سمع كلمة جمل انصرف ذهنه إلى الحيوان المعروف، والسامع يفهم التلازم بين اللفظ والمعنى. فإذا تحققت هذه الأركان الأربعة. هذا معنى الدلالة اللفظية الوضعية. وإذا عرفنا هذا فيأتي هنا سؤال، وهو أن العلماء أحيانا يعبرون بدلالة اللفظ وأحيانا يعبرون بالدلالة باللفظ، فما الفرق بين هذين التعريفين؟ هل هما متباينان بمعنى أن كل واحد منهما يدل على معنى، أو أنهما مترادفان فأحيانا العلماء يعبرون بهذا اللفظ وأحيانا يعبرون بهذا اللفظ؟ والجواب على ذلك أن هذين التعبيرين متباينان، فالعلماء يعبرون بدلالة اللفظ ويريدون معنى،
ويعبرون بالدلالة باللفظ ويريدون معنى آخر. والفرق بينهما أن الدلالة باللفظ معناها استعمال اللفظ، الدلالة باللفظ معناها استعمال اللفظ، وقد يكون استعمال اللفظ حقيقة وقد يكون استعمال اللفظ مجازا. أما دلالة اللفظ فمعناها كون اللفظ يدل على المعنى بعد الاستعمال، دلالة اللفظ معناها كون اللفظ يدل على المعنى بعد الاستعمال. فإذا الدلالة باللفظ معناها استعمال اللفظ، أما دلالة اللفظ فمعناها كون اللفظ يدل على المعنى بعد استعماله. هذا هو الفرق العام بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. وإذا عرفنا هذا، فإذا عرفنا هذا الفرق العام فيمكننا أن نفرق بينهما بفروق جزئية، فنقول أي الدلالتين متقدمة على الأخرى، الدلالة باللفظ أو دلالة اللفظ؟ الدلالة باللفظ متقدمة على دلالة اللفظ. ثانياً، إذا وجدت الدلالة باللفظ هل توجد دلالة اللفظ؟ وإذا وجدت دلالة اللفظ هل توجد الدلالة باللفظ؟ نقول إذا وجدت دلالة اللفظ فلا بد أن تكون، فلا بد من وجود الدلالة باللفظ، لكن لا يلزم من وجود الدلالة باللفظ وجود دلالة اللفظ، لأن السامع قد لا يفهم معنى الكلام، أليس كذلك؟ فقد يوجد استعمال اللفظ لكن لا يحصل به دلالة لأن السامع لم يفهمه. فإذا إذا وجدت دلالة اللفظ فلا بد أن توجد الدلالة باللفظ ولا العكس. أيضا من الفروق الجزئية التي يمكن أن نذكرها بينهما أن الدلالة باللفظ، قلنا الدلالة باللفظ هي استعمال اللفظ، أليس كذلك؟ واستعمال اللفظ قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا. أما دلالة اللفظ فلا نقول فيها حقيقة أو مجاز، وإنما نقول قد تكون على وجه المطابقة أو على وجه التضمن أو على وجه الالتزام كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فإذا عرفنا الآن الفرق بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ، وبما أننا نتكلم على دلالات الألفاظ فسنحتاج في الكلام على هذه المقدمة إلى أن نتعرض في بعض المواطن إلى الكلام على الدلالة باللفظ. وقبل أن ننتقل من هذا العنصر أشير إلى أن التعبير بدلالات الألفاظ هو الذي يستعمله جمهور الأصوليين، فيقولون دلالة الألفاظ ويقولون دلالة اللفظ. أما الحنفية فيعبرون بتعبير آخر ويقولون دلالة النظم، يقولون دلالة النظم، وذلك لأمرين. الأمر الأول التأدب مع القرآن والسنة، وذلك لأن اللفظ في اللغة كما تقدم معنا تعريفه قبل قليل ما معناه؟ معناه الرمي. فإذا قلت لفظ القرآن أو لفظ السنة فهذا فيه إشعار برميه، فلهذا اختاروا التعبير بالنظم بدلاً من التعبير بالنظم
اللفظ. وليس معنى هذا أن الجمهور لم يراعوا التأدب مع القرآن والسنة، لكنهم رأوا أنه لا يلزم من التعبير باللفظ المعنى الذي استشعره علماء الحنفية رحم الله الجميع. الأمر الثاني أن التعبير بالنظم فيه إشعار بأن ألفاظ القرآن والسنة كالجواهر المنظومة، وهم في ذلك محقون. ولهذا ابن القيم رحمه الله كما سيأتينا إن شاء الله في محله يعبر بعبارة لطيفة جدا فيقول: ألفاظ القرآن هي ملوك الألفاظ، والسنة تبع له، ومعاني القرآن هي ملوك المعاني. فالحاصل أن الحنفية رحمهم الله عبروا بدلالة النظم، ويريدون بذلك دلالة اللفظ، وإن كان قد يرد على الحنفية أنهم أيضا عبروا بدلالة اللفظ في تعريف الخاص وفي تعريف العام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وهذا ما يتعلق بالعنصر الأول وهو دلالات الألفاظ، عرفنا فيه معنى الدلالة ومعنى اللفظ ومعنى دلالات الألفاظ والفرق، عرفنا الفرق بين دلالات أو دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. والعنصر الثاني هو أهمية الدلالات اللفظية في الشريعة الإسلامية. الدلالات اللفظية تنبع أهميتها من أهمية اللغة العربية، واللغة العربية كما أنها لسان العرب فهي أيضا لسان الشريعة، فإن الشريعة جاءت بلسان عربي مبين كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن أعظم من تكلم على أهمية اللغة العربية في الشريعة الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. فبعد أن بين أن طالب العلم عليه أن يتعلم القرآن نصاً واستنباطاً، وأنه إذا اجتهد في ذلك وأخلص لله سبحانه وتعالى حصل رتبة الإمامة في الدين، قال: وانظر إلى عبارة رحمه الله، يقول: ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب. وقوله من جماع علم كتاب الله يعني من الأصول الجامعة لعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، فجعل العلم بلغة العرب أصلاً جامعاً لعلم الكتاب. ثم بيّن رحمه الله أن تعلم لغة العرب واجب على كل مسلم، لا على طالب العلم خاصة بل على كل مسلم، فقال: وانظر إلى كلامه الذي يوزن بماء الذهب، يقول رحمه الله: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، ويتلو كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك.
قال: وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، كما يتعلم الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت وما أمر بإتيانه إلى آخر كلامه رحمه الله. فجعل تعلم لسان العرب مثل تعلم ماذا؟ مثل تعلم مسائل الدين كالصلاة والطواف بالبيت ونحو ذلك من العبادات. فهو رحمه الله يقرر أمراً مهماً، وهو أن تعلم اللغة العربية يعتبر ديناً يتعلمه الإنسان كما يتعلم الصلاة والزكاة وغيرها من أحكام الدين. وإذا تقرر أن لغة العرب، وأنا أتمنى أن تعودوا إلى كلام الإمام الشافعي في الرسالة، له كلام منثور في بداية الرسالة بيّن فيه أهمية اللغة العربية في الشريعة. إذا تقرر أن لغة العرب هي لسان الشريعة، فمعرفة الدلالات اللفظية في غاية الأهمية، وذلك للأسباب التالية. السبب الأول الذي يبين لنا أهمية تعلم الدلالات اللفظية أن معرفة الدلالات اللفظية تعتبر أداة تعين على الفهم السليم لنصوص القرآن والسنة. وكلمة أداة عبر بها الشاطبي رحمه الله. فمعرفة اللغة العربية أو معرفة الدلالات اللفظية تعتبر أداة تعين على الفهم السليم لنصوص القرآن والسنة. وهذا يشمل أمرين: الأمر الأول المفردات، والأمر الثاني الأساليب العربية. يشمل المفردات والأساليب التي تكلم بها العرب. فمثال المفردات: لفظ الحرج في قوله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فقد ورد أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن معنى الحرج، فقال: أليس فيكم رجل من قبيلة بني فلان؟ فقالوا: بلى. فقام رجل وقال: أنا منهم. فقال له: ما معنى الحرج؟ فقال: الحرج هو الشجر الذي ليس فيه مخرج، أي أنه ملتف تداخل بعضه في بعض فلا يستطيع الإنسان أن يخرج منه، بل هو يسد الطريق على الإنسان. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فكذلك الحرج هو الذي لا مخرج منه. فابن عباس رضي الله عنهما لما أراد أن يعرف لفظا من ألفاظ القرآن رجع إلى ماذا؟ رجع إلى لغة العرب. فإذا معرفة الدلالات اللفظية تعين على الفهم الصحيح للقرآن والسنة، هذا في المفردات. أما في التراكيب، فالله سبحانه وتعالى فطر العرب على أنهم يتكلمون بالعام يريدون به العام، وبالخاص يريدون به الخاص، وبالعام يريدون به الخاص، ويخاطبون بالظاهر ويريدون به غير ظاهره، ويتكلمون يهتمون بالمعنى التركيبي دون مراعاة الألفاظ إذا كان المعنى واضحا. فهذه أساليب
سار العرب عليها. ومن أحسن من تكلم على بيان هذه الأساليب وبسطها أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، فله في ذلك كلام نفيس تكلم فيه على طرائق العرب في الكلام، واستفاد من ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة وبنى عليه. وينبني على هذا، ينبني على كون الإنسان، ينبني على كون دلالات الألفاظ مهمة في معرفة المفردات وفي معرفة الأساليب والتراكيب اللغوية، أن من أراد فهم القرآن وفهم السنة فهماً صحيحاً فلا بد أن يتفهمه على طريقة العرب في الكلام في الأمرين، في المفردات وفي التراكيب. فمن أراد أن يفهم القرآن فهماً صحيحاً فلا بد أن يفهمه على طريقة العرب في المفردات اللغوية وفي الأساليب اللغوية. أما الاقتصار على معرفة المفردات مع الجهل بطريقة العرب في الكلام، مع الجهل بأساليب العرب وتركيبهم في الكلام، فهذا قد يؤدي إلى فهم خاطئ لمعاني القرآن والسنة، بل قد يؤدي إلى بعض الانحرافات كما يوجد في بعض دوائر المعارف، فإنهم يفسرون ألفاظ القرآن أو ألفاظ السنة تفسيراً لفظياً ولا يربطون الألفاظ بما قبلها وبما بعدها، فيقعون في الخلل والانحراف في فهم القرآن العظيم والسنة تبع له. وأضرب مثالاً واحداً من باب توضيح الكلام، وهو أن الله سبحانه وتعالى، أضرب مثالاً يوضح لنا أهمية معرفة أسلوب العرب في الكلام حتى نفهم القرآن والسنة. قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال: ولحم الخنزير. ففهم بعض من يجهلون لغة العرب أن هذه الآية تدل على أن شحم الخنزير حلال، لأن الله سبحانه وتعالى خص اللحم بالذكر وسكت عن الشحم، مع أن من يعرف لغة العرب يجد أنهم يطلقون اللحم ويريدون بذلك الشحم أيضا، يريدون بذلك الشحم أيضا. وابن العربي رحمه الله لا أوضح هذا غاية الإيضاح في كتابه أحكام القرآن، أنقل لكم نص كلامه لنفاسته في هذا الباب. يقول تعليقاً على هذه الآية: اتفقت الأمة على أن لحم الخنزير حرام بجميع أجزائه، والفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان يذبح للقصد إلى لحمه، وقد شنعت المبتدعة بأن قالت: فما بال شحمه، بأي شيء حرم؟ قال: وهم أعاجم لا يعلمون أن من قال لحما فقد قال شحما، ومن قال شحما فلم يقل لحما، إلى آخر كلامه رحمه الله. فابن العربي هنا اعتمد في الفهم وفي الرد على هؤلاء على أي شيء؟ على طريقة العرب في الكلام. هذا هو الأمر الأول، وهو ماذا؟ الذي يبين لنا أهمية دلالات الألفاظ، أن معرفة دلالات الألفاظ أداة
تعين على فهم القرآن والسنة. الأمر الثاني الذي يبين لنا أهمية دلالات الألفاظ أن دلالات الألفاظ تعين على معرفة الأحكام الشرعية، ويظهر كثير يظهر هذا كثيرا في ألفاظ الواقفين وفي الطلاق وفي الأيمان وفي الأقارير وفي غير ذلك من الأبواب. فاللغة العربية تعين أو يعين الفقه فيها على الفقه في الشريعة. ويقول أبو عمرو الجرمي لصالح بن إسحاق الجرمي وهو من المحدثين كان صاحب حديث، يقول: كنت أفتي من كتاب سيبويه 30 سنة. يفتي من كتاب سيبويه 30 سنة، وكتاب سيبويه في الفقه والحديث أو في لغة العرب في النحو. قال العلماء: معنى هذا أنه كان يفهم لغة العرب بناء على ما يعلمه من هذا الكتاب، وهو كتاب سيبويه، فيستطيع أن يتعرف على الأحكام الشرعية. ومن لطيف ما يذكر أن الكسائي العالم اللغوي الشهير والقاضي أبا يوسف كان في مجلس هارون الرشيد، فقال الكسائي لأبي يوسف: أسألك مسألة. فقال أبو يوسف: في فقه أو في لغة؟ فقال الكسائي: في فقه. فضحك هارون الرشيد حتى فحص بقدمه وقال: الكسائي يسأل في فقه؟ لماذا؟ لأن الكسائي كان عالم لغة وكان عالما بالقراءات، فأحفظ ذلك الكسائي. ثم قال لأبي يوسف: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق أن دخلت الدار، وفتح الهمزة، هل تطلق امرأته أو لا تطلق؟ فقال أبو يوسف رحمه الله وهو إمام من أئمة الدنيا: قال: إن دخلت الدار طلقت، وإن لم تدخل لم تطلق. فتنفس الكسائي الصعداء وعلم أن سهمه قد أصاب، وقال: أخطأت أخطأت. لماذا أخطأ أبو يوسف رحمه الله في هذا؟ لأن أن هنا ليست شرطية وإنما هي تعليلية، فهي تطلق سواء دخلت الدار أم لم تدخل الدار، أنت طالق لأنك دخلت الدار. أما لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار بكسر همزة إن، فإنه حينئذ يفصل، فيقال: إن دخلت الدار طلقت، وإن لم تدخل الدار لم تطلق. ثم إنه في يوم من الأيام كتب هارون الرشيد كتابا للقاضي أبي يوسف، وقال له: ما تقول في رجل قال: فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن، وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم، فأنت طلاق والطلاق عزيمة 3، ومن يخرق أعق وأظلم، هل تطلق امرأته أو لا تطلق؟ سنعيد هذين البيتين بعد قليل إن شاء الله. لما جاء هذان البيتان إلى أبي يوسف ونظر فيهما قال: هذه مسألة نحوية فقهية لا آمن فيها من الخطأ، وتذكر موقفه السابق.
ثم ذهب بها إلى صاحبه الكسائي وألقاهما عليه، فقام الكسائي وأجابه بالجواب. ما تقولون أنتم، هل تطلق امرأة الرجل؟ وإذا قلنا إنها تطلق فهل تطلق واحدة أو تطلق ثلاثا؟ فأنت طلاق، والطلاق عزيمة ثلاث، ومن يخرق أعق وأظلم. فأنت طلاق، والطلاق عزيمة ثلاثا، ومن يخرق أعق وأظلم. أجاب الكسائي رحمه الله بجواب، فقال إن قلنا ثلاث هنا مرفوعة فهناك حكم، وإن قلنا ثلاثا بالنصب فهناك حكم آخر. فإذا قلنا فأنت طلاق، والطلاق عزيمة ثلاث، تطلق كم طلقة؟ ها، تطلق طلقة واحدة، لأنه قال فأنت طلاق، فهي طلقة واحدة. ثم ابتدأ فقال والطلاق عزيمة، يعني الطلاق العزيمة في الشرع ثلاث طلقات، والطلاق عزيمة ثلاث. أما لو قال فأنت طلاق، والطلاق عزيمة ثلاثا، فإنها تطلق ثلاث طلقات، لأنه قال فأنت طلاق ثلاثا. وأما قوله والطلاق عزيمة فهذه جملة معترضة. فانظر إلى هذا الأثر اللغوي في الحكم الشرعي. فأجاب الكسائي أبا يوسف بهذا الجواب، فأخذه وأرسل به إلى هارون الرشيد، فبعث له هارون الرشيد بجوائز وصلات، فبعثها هو إلى الكسائي رحمه الله الجميع. ومن الأمثلة أيضا التي تبين لنا أهمية اللغة العربية أو أهمية دلالات الألفاظ في التعرف على الأحكام الشرعية، ما ذكره بعض الأصوليين من الحنفية من أنه لو قال رجل لله علي صوم رجب، فإن منعه من الصرف فقال رجب لله علي صوم لرجب، فإنه يجب عليه أن يصوم شهر رجب الذي بعد هذا النذر. أما لو صرفه فقال لله علي صوم لرجب، فإنه يجوز له أن يصوم أي رجب من عمره. فانظر إلى هذا الأثر في الحكم الشرعي عندهم في صرف رجب أو منعه من الصرف. ولأهمية دلالات الألفاظ في الأحكام الشرعية، فقد ألف بعض العلماء مؤلفات في بيان الآثار النحوية على وجه الخصوص في الأحكام الفقهية، ليست الآثار اللغوية، الآثار النحوية خاصة في الأحكام الشرعية. من هذه المؤلفات الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية لجمال الدين الإسنوي الشافعي رحمه الله. الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية لجمال الدين الإسنوي صاحب نهاية السول. أيضا من الكتب زينة العرائس من الطرف والنفائس فيما يتخرج
على الأصول النحوية من الفروع الفقهية على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. زينة العرائس من الطرف والنفائس فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ليوسف ابن حسن ابن عبد الهادي الحنبلي الشهير بابن المبرد. هذا الأمر الثاني الذي يبين لنا أهمية اللغة العربية أو أهمية دلالات الألفاظ في الأحكام الشرعية. الأمر الثالث أن معرفة دلالات الألفاظ تعتبر من أسباب السلامة من الشبهات والشكوك والبدع العلمية والعملية. معرفة دلالات الألفاظ تعتبر من أهم أسباب السلامة من البدع والشبهات والشكوك في المسائل العلمية والعملية. وقد نص على هذا الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، وقال عبارة ذهبية، قال: من علم لسان العرب انتفت عنه الشبه والريب التي دخلت على من جهل لسانها. يقول: من علم لسان العرب انتفت عنه الشبه والريب التي دخلت على من جهل لسانها. ولما ذكر أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام أسباب البدع، ذكر أنها تعود لأربعة أمور. لما تكلم على أسباب البدع قال: أسباب البدع ترجع لأربعة أمور. الأمر الأول الجهل بأدوات الفهم، الجهل بأدوات الفهم، ويقصد بأدوات الفهم لغة العرب. والأمر الثاني الجهل بمقاصد الشريعة. والأمر الثالث تحسين الظن بالعقل. والأمر الرابع اتباع الهوى. فهذه الأمور الأربعة هي أسباب الوقوع في البدع، وقد جعل السبب الأول منها ما هو؟ الجهل بلغة العرب، لأن لغة العرب هي أداة الفهم الصحيح. وذكر جملة من الأمثلة، أقتصر منها على مثال واحد يبين لنا أهمية لغة أهمية معرفة لغة العرب في السلامة من الابتداع في فهم القرآن والسنة. وهو أن هناك من زعم أن الله سبحانه وتعالى له جنب، لأن الله عز وجل قال: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ففهم من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى له جنب، والعربي لا يفهم هذا الفهم، بل يفهم من قوله في جنب الله يعني بالإضافة إلى الله، أي بالنسبة لله أو في حق الله سبحانه وتعالى. تقول: هذا الأمر يصغر في جنب الله أو يعظم في جنب الله، يعني في حق الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه ثلاثة أمور تبين لنا أهمية معرفة دلالات الألفاظ في الشريعة الإسلامية. ما هو الأمر الأول؟ نعم، الأمر الأول أن معرفة دلالات الألفاظ أداة للفهم السليم لنصوص الكتاب والسنة. الأمر الثاني ما هو؟
أنها تعين على معرفة الأحكام الشرعية على وجه صحيح. الأمر الثالث ما هو؟ نعم، أن معرفة دلالات الألفاظ تعين على السلامة من البدع والشبهات والشكوك. هذا ما يتعلق بالعنصر الثاني، وهو أهمية دلالات الألفاظ في الشريعة الإسلامية. العنصر الثالث هو عناية الأصوليين بالدلالات اللفظية. انطلاقاً من أهمية الدلالات اللفظية في الشريعة الإسلامية، فقد عني الأصوليون بها عناية كبيرة جداً، وتتمثل عنايتهم بها في الأمور التالية، وسيتضح من هذه الأمور التي سيأتي لذكرها عظيم عناية الأصوليين بالدلالات اللفظية. الأمر الأول تصريحهم بالأهمية البالغة للدلالات اللفظية من جهة الوجود ومن جهة العدم. تصريح الأصوليين بالأهمية البالغة للدلالات اللفظية من جهة الوجود ومن جهة العدم. فمن جهة الوجود نص الأصوليون على أن الدلالات اللفظية تعين على ضبط الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة على وجه صحيح. نصوا على أن معرفة الدلالات اللفظية تعين على ضبط الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة على وجه صحيح. وفي هذا يقول الغزالي رحمه الله عند كلامه على مبحث الدلالات اللفظية، يقول: اعلم أن هذا القطب، وهو قطب الدلالات اللفظية، لأنه جعل كتاب المستصفى على أقطاب، من أعظم هذه الأقطاب قطب الدلالات اللفظية. يقول: اعلم أن هذا القطب هو عمدة أصول الفقه. يقول: هذا القطب، وهو قطب الدلالات اللفظية، هو عمدة أصول الفقه، لأن ميدان سعي المجتهدين في اقتباس الأحكام من الأصول واجتنائها من أغصانها. فانظر إلى أبي حامد الغزالي رحمه الله، وهو إمام جليل في أصول الفقه، اعتبر مبحث الدلالات اللفظية هو عمدة أصول الفقه، اعتبره عمدة أصول الفقه. فإذا هذا من جهة الوجود، وهو أن الدلالات اللفظية تعين على ضبط الاستدلال. أما من جهة العدم، فالجهل بالدلالات اللفظية أو عدم إتقانها يؤدي إلى اضطراب الفهم لنصوص الكتاب والسنة. وإذا حصل الاضطراب في الفهم، فما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك اضطراب الأحكام، وتحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وأنقل لكم نصاً نفيساً جداً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب. يقول: واعلم، وتأملوا معي كلام ابن تيمية رحمه الله هنا، يقول: واعلم أن من لم يحكم، يعني ليست مجرد معرفة أو إلمام،
إنما هو إحكام من لم يحكم دلالات الألفاظ ويعلم أن ظهور المعنى من اللفظ تارة يكون بالوضع اللغوي أو العرفي أو الشرعي، إما في الألفاظ المفردة وإما في المركبة، وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي تتغير به دلالته في نفسه، وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية، وتارة بما يدل عليه حال المتكلم، إلى أن قال: وإلا فقد يتخبط في هذه المواضع، يعني يتخبط في فهم دلالات نصوص الكتاب والسنة. فإذن الأصوليون كان لهم عناية كبيرة ببيان أهمية الدلالات اللفظية من جهة الوجود ومن جهة العدم. من جهة الوجود بيّنوا أنها تعين على ضبط الاستدلال، ومن جهة العدم بيّنوا أن الجهل بلغة العرب يؤدي إلى اضطراب الأحكام، يؤدي إلى اضطراب الفهم، وبالتالي يؤدي إلى اضطراب الأحكام. هذا الأمر الأول الذي يبين لنا مدى عناية الأصوليين بدلالات الألفاظ. الأمر الثاني أنهم توسعوا في مباحث دلالات الألفاظ توسعاً كبيراً، فقد شغل مبحث دلالات الألفاظ قدراً كبيراً من مباحث أصول الفقه، ربما يبلغ ثلث مباحث الأصول أو يزيد على ذلك، وهذا توسع كبير. وأنت إذا نظرت إلى لأحد الموسوعات في أصول الفقه، وهو كتاب البحر المحيط لأبي عبد الله الزركشي الذي طبع في ستة أجزاء، تجد أن في ستة أجزاء كبار، تجد أن الدلالات اللفظية شغلت مجلدين، وبعض شغلت المجلد الثاني والثالث وبعض الأول وبعض الرابع، مما يدلك على أن الأصوليين عنوا عناية كبيرة بهذه المباحث، بل إنهم لم يكتفوا بهذا، بل توسعوا في بعض موضوعات الدلالات اللفظية. فتقي الدين السبكي والد تاج الدين ألف كتابا في كل، اسمه كل وما عليه تدل، وأبو العباس القرافي ألف كتابا مستقلا، كتابا كبيرا في صيغ العموم، اسمه العقد المنظوم في تلقيح أو في تنقيح صيغ العموم. والعلائي أيضا ألف في صيغ العموم في كتاب اسمه تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، وألف أيضا العلائي كتابا في دلالة النهي على الفساد اسمه تحقيق المراد في دلالة النهي على الفساد. وهذا يبين لك مبلغ عناية الأصوليين رحمهم الله بالدلالات اللفظية، وأنهم توسعوا في بحثها توسعا عظيما. الأمر الثالث الذي يبين لنا مدى عناية الأصوليين رحمهم الله بمباحث الدلالات اللفظية أنهم دققوا في أشياء لم يتعرض لها علماء اللغة. على جلالة الجهود العظيمة التي بذلها علماء اللغة في حفظ لغة العرب، إلا أن الأصوليين دققوا في أشياء وأضافوا أموراً لم يتعرض لها علماء اللغة. ولا يعني هذا أن علماء اللغة قصروا في ذلك،
بل علماء اللغة قاموا بواجبهم لأعظم قيام، وحفظ الله بهم لسان العرب، لكن طبيعة علمهم تقتضي أن قاموا بالمباحث التي ذكروها. وعلم الأصول له طبيعة أخرى اقتضت من الأصوليين أن يدققوا هذا التدقيق الذي لم يذكره علماء اللغة. فهذه الإضافات التي سنأتي بذكرها بعد قليل إن شاء الله اقتضتها طبيعة علم أصول الفقه. وقد نص عالمان كبيران من علماء أصول الفقه على أن الأصوليين بحثوا أشياء لم يتعرض لها علماء اللغة، وهما تاج الدين لابن السبكي، فقد ذكر في بداية الإبهاج في شرح أو تقي الدين السبكي ذكر في والد تاج الدين ذكر في بداية الإبهاج أن الأصوليين تعرضوا لأشياء لم يتعرض لها علماء اللغة. والعالم الثاني هو أبو عبد الله الزركشي في البحر المحيط، وقد ذكر ذلك في قوله، وأذكر كلامه لأهميته، يقول: إن الأصوليين دققوا النظر في فهم أشياء من كلام العرب لم تصل إليها النحاة ولا اللغويون، فإن كلام العرب متسع والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصول باستقراء زائد على استقراء اللغوي. وهذا النص الثمين بيّن فيه الزركشي أن الأصوليين لأضافوا أشياء لم يتعرض لها علماء اللغة، وسبب ذلك وبيّن أيضا سبب ذلك وهو أن اللغويين يبحثون في الألفاظ والمعاني الظاهرة، أما الأصوليون فيبحثون في المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر واستقراء يزيد على استقراء علماء اللغة. ومثل لذلك بأمثلة، وهي دلالة صيغة افعل على الوجوب، ودلالة لا تفعل على التحريم، وكون كل وأخواتها للعموم، والكلام في عود الاستثناء على الجمل، وكذلك الكلام في المجمل والمبين والمطلق والمقيد. فهذه أشياء تكلم عليها الأصوليون ولم يتعرض لها علماء اللغة. ويضاف إلى ما ذكره الزركشي من الأمثلة، يضاف أن الأصوليين دققوا في التعريفات تدقيقات لم يتعرض لها علماء اللغة، كتعريف الأمر والنهي والعام والمطلق والمنطوق والمفهوم ونحو ذلك من المصطلحات. وأذكر مثالا واحدا، وهو أن النحاة عندما عرفوا الكلام لعرفوه بأنه قول مفيد مقصود، وهذا أحد تعريفات النحاة للكلام، أنه قول مفيد مقصود. وجاء الأصوليون وزادوا عليه كلمة فقالوا لذاته، فيكون التعريف هكذا: قول مفيد مقصود لذاته. يقول الفاكهي في كتاب الحدود النحوية، وهو كتاب نفيس، يقول: هذه الزيادة قال بعضهم، وهي قوله لذاته،
يقول هذه الزيادة قال بعضهم لم تنقل عن نحوي فيما نعلم، وإنما ذكرها بعض من تكلم في الأصول. فإذا الأصوليون دققوا في تعريفات لم يتعرض لها علماء اللغة. ومما أضافه الأصوليون أيضا في دلالات الألفاظ تقسيمات دلالات الألفاظ التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فهذه التقاسيم إذا رجعت إلى كتب اللغة لا تجدها، وإنما هي موجودة عند الأصوليين. وكذلك أضافوا بعض الشروط كشروط التأويل مثلاً التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، فتعرض لها الأصوليون بخلاف النحاة واللغويون فإنهم لم يتعرضوا لها. وكذلك شروط اعتبار مفهوم المخالفة فإن الأصوليين تعرضوا لها ولم يتعرض لها النحاة. وأيضاً مما أضافه الأصوليون بيان مراتب الدلالات اللفظية من حيث القوة والضعف، فإنهم لما تكلموا على الدلالات بيّنوا هذه الدلالات من حيث القوة ومن حيث الضعف ومن حيث توسط الدلالة بين القوة والضعف. وهذا كما قلت لا يفهم منه أن النحاة رحمهم الله قصروا في بحث دلالات الألفاظ، وإنما بحثوا ما يحتاجه علمهم، لأن علمهم تقتضي طبيعته بحث المسائل التي تعرضوا لها. أما علم أصول الفقه فله طبيعة أخرى اقتضت أن يدقق الأصوليون هذا التدقيق. الأمر الرابع يبين لنا عظيم عناية الأصوليين بالدلالات اللفظية، لأنهم جعلوا الدلالات أو جعلوا اللغة العربية من الأمور التي يستمد منها علم أصول الفقه. فإنهم جعلوا علم أصول الفقه يستمد من ثلاثة أمور. ما هي هذه الأمور؟ أصول الدين واللغة العربية وتصور الأحكام الشرعية. فقالوا هذه الثلاثة وهي أصول الدين ولغة العرب وتصور الأحكام الشرعية هي التي يستمد منها علم أصول الفقه. وقولهم يستمد منها علم أصول الفقه ما معناه؟ ما مرادهم بقولهم يستمد علم أصول الفقه منها؟ مرادهم بهذا أن هذه الثلاثة لا بد من تقدم العلم بها على علم أصول الفقه، وقد نص على هذا الأبياري في شرح البرهان. فعندما يقولون أصول الفقه يستمد من هذه الثلاثة ليس معنى هذا أن الأصوليين يأتون بمباحث أصول الدين ويضعونها في أصول الفقه، أو يأتون بالمباحث اللغوية الصرفة ويضعونها في أصول الفقه، أو يأتون بالأحكام الفقهية ويضعونها في أصول الفقه، وإنما مقصودهم أن هذه الثلاثة وهي أصول الدين واللغة العربية وتصور الأحكام الشرعية لا بد من تقدم العلم بها قبل علم أصول الفقه. وأول من ذكر هذه الثلاثة أول من ذكر هذه المواد الثلاث هو أبو المعالي الجويني في البرهان فيما وقفت عليه، وتابعه على ذلك السيف الآمدي، ثم تتابع الأصوليون بعد ذلك على ذكره. وعندما يجعل الأصوليون
لغة العرب مادة من المواد التي يستمد منها علم أصول الفقه، فهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على تعظيم الأصوليين للغة العربية في هذا العلم، وأنها مؤثرة فيه تأثيراً عظيماً. الأمر الأخير الذي يبين لنا مدى عناية الأصوليين بأصول الفقه أنهم جعلوا معرفة لغة العرب شرطاً من شروط الاجتهاد، فقالوا لا يبلغ أحد رتبة الاجتهاد إلا إذا كان عالماً بلغة العرب، وقد نصوا على هذا منذ زمن مبكر، فكتب الأصول التي ألفت في القرون الأولى بعد التأليف في أصول الفقه ينصون على هذا الشرط، وأن المجتهد وأن الإنسان حتى يحصل رتبة الاجتهاد لا بد أن يكون عالماً بلغة العرب. ما هو القدر الذي يحتاجه المجتهد من لغة العرب في الاجتهاد؟ الذي يذكره جمهور الأصوليين أن الذي يحتاجه المجتهد من لغة العرب هو ما يعينه على التمييز بين أنواع الخطاب، فيعرف أن هذا أمر وأن هذا نهي وأن هذا عام وأن هذا مطلق وأن هذا منطوق وأن هذا مفهوم. أما من لا يميز بين درجات الخطاب وأنواعه كبعض من يتكلم في الشريعة وهو لا يعرف درجات الخطاب، فهؤلاء لا يبلغون رتبة الاجتهاد. هذا هو الذي عليه أكثر الأصوليين. ونص أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات على أنه لا يبلغ أحد رتبة الاجتهاد في الشريعة إلا إذا بلغ رتبة الاجتهاد في اللغة وأصبح كالخليل وسيبويه، وهذا شديد. ولو قلنا بهذا الشرط الشديد ما بلغ أحد رتبة الاجتهاد إلا ما ندر، لكن هذا الشرط يدلك على ماذا؟ يدلك على عظيم أهمية اللغة العربية في الأحكام الشرعية. والذي عليه جمهور الأصوليين كما عرفنا أن ما ذكره الشاطبي لا يشترط، وإنما الذي يشترط هو أن يميز الإنسان بين مراتب الدلالة، ويعرف أن هذا أمر وأن هذا نهي وأن هذا يدل بالتضمن وأن هذا يدل باللزوم وأن هذا يدل من جهة المنطوق وأن هذا يدل من جهة المفهوم، فإذا أحكم ذلك وضبطه فإنه حينئذ واكتملت فيه بقية شروط الاجتهاد الأخرى فإنه حينئذ يبلغ رتبة الاجتهاد. هذا ما يتعلق بالعنصر الثالث، وهو عناية الأصوليين رحمهم الله بالدلالات اللفظية. والعنصر الرابع هو أقسام الدلالات اللفظية عند الأصوليين والمناطقة، وهذا العنصر إن شاء الله سنبدأ الكلام عليه في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.